تعد ثورة 30 من يونيو نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث، فقد ساهمت هذه الثورة الشعبية في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك في ظل سياسة الاستقطاب التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها. وفي هذا الإطار وضعت القيادة السياسية بعد ثورة 30 من يونيو نصف أعينها مساعدة المصريين على التعافي من الفترة التي سبقت ثورة يونيو، فكانت قوانين وإجراءات ذكية وواعية وحالة عامة من الاهتمام بقضية التلاحم الوطني من القيادات الواعية. نسيج واحد منذ آلاف السنين لا يحتاج لما يؤكد وجوده، كما الجسد لا يشعر بوجود أعضائه إلا كوحدة واحدة. هكذا كان المصريون، لكنهم لم يشعروا بقوة هذا النسيج وتضافر اللحمة الوطنية في العصر الحديث إلا في أوقات المحن والثورات والمخاض الذي يعانيه المجتمع في فترات حاسمة من تاريخه، مثل ما حدث للمرة الأولى في ثورة عام 1919 حينما حاول المحتل الإنجليزي أن ينال من هذا النسيج، فوجد حائطاً منيعاً من أجساد المصريين على مختلف توجهاتهم وعقائدهم، فاندحرت المؤامرة. المشهد تكرر بتفاصيل كاشفة حينما اندلعت ثورة 30 من يونيو الرافضة لحالة الانقسام التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية بثها في الشعب، وهو ما واجهته جماهير الوطن برفض المؤامرة على مقدراته واختطاف هويته الوطنية الجامعة لكل أطيافه منذ آلاف السنين. القيادة السياسية بعد ثورة 30 من يونيو انتبهت لحجم المؤامرة التي استطاع الشعب أن يواجهها بشجاعة، لذا وضعت نصب أعينها مساعدة المصريين على التعافي من الفترة التي سبقت ثورة يونيو، فكانت قوانين وإجراءات ذكية وواعية وحالة عامة من الاهتمام بقضية اللحمة الوطنية من القيادة الواعية، وهو ما شهد له القاصي والداني كالثناء على قرار الرئيس السيسي بتعيين قاض مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة، وفي خطوة وصفتها المؤسسات الدولية والإعلامية مثل موقع المونيتور بالتاريخية. اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أشارت في عام 2023 إلى مواصلة تحسن الحريات الدينية في مصر، فضلاً عن استمرار الحكومة في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني، مشيدة بتحقيق وزارة التربية والتعليم تقدماً في مراجعة الكتب المدرسية وذلك لبعض الصفوف الدراسية للانتباه لاحترام حقوق جميع أطياف الشعب. كما أكدت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية في عام 2023 أن الرئيس السيسي منذ توليه المنصب دعا إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. أما أسوشيتد بريس فقد تناولت في عام 2022 الحديث عن حرص الرئيس السيسي منذ توليه المنصب على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، فكان حضور الرئيس السيسي لاحتفالات أعياد وقداسات الميلاد لفتة كاشفة ورسالة طمأنة بأن جميع المصريين شركاء في وطن واحد، مشيرة إلى اتخاذه خطوات لتمكين المسيحيين وتشريع القوانين الملزمة لهذا التمكين، بما في ذلك تعيين أول سيدة مسيحية كمحافظ، فضلاً عن تعديل قانون السماح ببناء وترميم الكنائس بعد عقود من التوقف والعراقيل. الفكرة انتشرت على جميع المستويات، فبات الاهتمام بالتاريخ المسيحي الذي يمثل جزءاً هاماً من تاريخ الوطن والإنسانية، فهذه رحلة العائلة المقدسة التي صارت مشروعاً قومياً، تضافرت جهود الدولة والمجتمع المدني لإحياء المسار، مستغلة حالة الزخم والوعي الوطني، مما أثار إعجاب العالم كله، حتى إن مؤسسة الفاتيكان أدرجت أماكن ومسار الرحلة المقدسة على قائمة الحج المسيحي. خطوة تاريخية أخرى حرصت بها القيادة السياسية على إبقاء جذوة اللحمة الوطنية مشتعلة ومتوهجة من خلال رفع راية الوطن فوق كل راية سياسية أو توجه بعينه، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو التوجه في الحقوق والواجبات،
وهنا قام الرئيس السيسي بالدعوة لحوار وطني مستهدفاً إعادة لحمة 30 من يونيو، تلك اللحمة أو الملحمة التي أسهمت فيها جميع القوى السياسية والمدنية والتيارات للإطاحة بحكم الإخوان، ويصبح الحوار الوطني نمطاً وفكراً سائداً يستهدف رأب الصدع المجتمعي وإعادة الجسور التي قطعت والقنوات التي انسدت بين كل التيارات واحتضان جميع الفئات المهمشة والاستماع لمطالبهم والسعي لتحقيقها ليصبح الولاء للوطن والانتماء له قانوناً مجتمعياً وإنسانياً متوغلاً في جميع التفاصيل على أرض الواقع. أمر برز جلياً مع قيام ثورة 30 من يونيو، لتظل قصة فشل اختطاف الوطن والهوية ماثلة أمام أعين العالم، مؤكدة أن الشعب المصري واعٍ ومتيقظ ضد كل مخطط للفتنة يحاول أن ينال من نسيجه الفريد الضارب بجذوره في عمق التاريخ.